يعطيكم العافية. ثاني اليوم إن شاء الله راح نكمل المجموعات المتساوية كتاب التمارين. من امبارح أنا حكيت إنه لازم نحله، بس اليوم مراجعة للطلاب اللي موجودين والطلاب اللي زعلوني منهم وما حضروا على المنصة عشان يفهموا الدرس. ماشي؟ اللي تحت يا اوكي؟ يلا. صنف كل من المجموعات الآتية، لو اجيت حكيت لك عندك مثلا هاي المجموعة. كم مجموعة عندي؟ ثلاثة. كم مجموعة عندي؟ ثلاثة. لو اجيت حطيت بكل مجموعة عدد خمسة بصير اجي احط هون أربعة؟ لا. ليش؟ لأنه لازم كل المجموعات تكون متساوية. طيب حكينا كم من المجموعات عندك؟ خمسة. خربط خربطتم. وكل مجموعة فيها عشرة. أربعة. كل مجموعة فيها أربعة. بيسألك ماما، بيسألك كم مجموعة عندك؟ أي علاء؟ ثلاثة. تعي علاء. بس أنا حكيت طيب وكل مجموعة فيها خمسة. أحسنت يا علاء، ممتاز. طيب الآن لو جيت حكيت لك عندك أربع مجموعات في كل منها مثلا وردة واحدة، كم لازم إني أرسم؟ كم لازم إني أرسم؟ صوب مربع. ما بنحكي هيك. يلا يا تالا، يلا تالا اسرع. في البيت أنا حالي في البيت. رعد عيونك على اللوح. عندك أربع مجموعات، كم لازم أرسم مربع؟ أربعة. أربعة، ارسمي لي أربع مربعات. واحد، اثنين. هاي المربعات إيش بنسميها؟ مجموعات. بنسميها مجموعات. عندك أربع مربعات في كل منها كم وردة؟ وردة واحدة. سمينا إيش؟ وردة واحدة في كل مربع. والباقي أحسنتي. الآن إذا إجا حكالي كم عندي من المجموعات، ممتازة. طيب القلم ممتازة، عفوا إيدك. بس عندك كم من المجموعات؟ بحكي له ثلاثة. طب بحكي لي كل مجموعة فيها خمسة. فيها خمسة. طب لو اجي حكى لك انا عندي منك أربع مجموعات، مباشرة بكمل برسم أربع مربعات. رجع بحكي لي كل مربع أو كل مجموعة عندك وردة واحدة، فبحط وردة في كل مربع. ماشي؟ لو عندك خمس مجموعات في كل منها اثنان، كم لازم إني أرسم مربع؟ خمس مجموعات في كل منها اثنان، كم لازم ارسم مربع؟ خمس مجموعات. خمس مجموعات، إذا خمس مربعات، كل مربع كم فيه لازم دائرة؟ خمس. أنا حكيت كم؟ اثنين. خمس مربعات في كل منها اثنان، فبرسم خمس مربعات أو خمس مجموعات، وبرسم داخلها كرتان أو وردتان زي ما هو طالب مني. وضحت يا مس؟ وضحت. طيب يا حلوين، اكتب عندك على الكتاب موجود عندك السؤال الاول مثل هاي، صنف مثل هون. ماشي؟ والسؤال الثاني معطيك ارقام وبيحكي لك ارسم لي المجموعات مثل هذا السؤال. يعطيكم الف عافيه. هيك تقدروا تبلشوا في الحل. مس علاء شوي حبيبي.
طيب بدنا الآن نكتب على الكتاب بالنسبة لطلاب الأونلاين. بتمنى إنه المجموعات المتساوية كتاب التمارين تنحل. نكتب اليوم بس هيك لأنه في صعوبة واجهوها بعض الطلاب في مصطلح المجموعات. بكتفي هيك اليوم. يعطيكم ألف عافية.